استاذ مرضي، اتفضل يا استاذ مرضي. فضل الشيخ، اهلا وسهلا استاذ مرضي، اتفضل. ربنا يبارك في عمرك. انا كنت كلمت حضرتك قبل كده، قلت اللي اخويا الكبير مأخره. اخوك الكبير ماله؟ كان مأخر المراس اللي انا قلت لك خارج البلاد. طيب وبعدين؟ مأخر المراس بتاعنا. وبعدين عمل ايه اللي حصل؟ هو يا شيخ حتى الان مأخر المراس بتاعنا، والمفروض ان هو اخونا الكبير وفي مقام ابونا. طيب واخد بال حضرتك؟ والمشكله الكبرى ان هو الناس بتقول له يا حاج امين وحاج بيت الله. ايوه وبعدين يعني هو دلوقتي مأخر المراس انا اسف بس انا قلت لحضرتك اما الارض تتباع مش كل حاجه لينا 20 سنه في نفس القصه دي. هو اللي موقف. انت حضرتك احنا مش شقه، احنا 8 اخوات، خمسه من الاب بس، كلنا احنا الثمانيه. حضرتك سالتني هل ليا ان انا ارفع قضيه، فقلت لك ارفع قضيه. وانا قلت لحضرتك ان انا مش عايز اخش بحكم ان هو اخويا مهما كان اخويا، بس مش عارف اوصل لحل. حضرتك بتكلمني على الهوا، عارف يعني ايه حضرتك بتكلمني على الهوا؟ يعني انت موجوع مش عارف توصل ل... اسمع بس اسمع اعمل اسمع ايه اسمع بس. بقول يمكن ربنا سبحانه وتعالى استاذ مرضي استاذ مرضي يجي على الرفاهيه في قلبك. استاذ مرضي استاذ مرضي انا بقول لك حاجه تانية خالص، عشان اللي حضرتك بتعمله ده ما ينتقلش الى انتقام للجيل اللي بعدكم. لو سمحت حضرتك تفضل واطلب حقك بالقضاء. اذا كانت المساله وصلت الى 20 سنه، طلب الحق بالقضاء لا يعني قطع الارحام. في واحد، انا اقول لك وصفها ازاي. واحد شايف ان هو صاحب حق، واحد تاني شايف ان حقه ممنوع، يعمل ايه؟ بسيط خالص، نروح لمن يفصل بيننا. فالتقاضي ليس عيبا وليس سبيلا لقطع الارحام، ده مفهوم في غايه الخطا. انا لو انا شايف ان انا صاحب حق وحد تاني شايف ان هو صاحب حق، هنوصل لحق ازاي؟ ولذلك عندنا ان حكم القاضي يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا، ساعتها خلاص بقى نرتاح. يبقى احنا نروح للقاضي عشان انا وهو نرتاح. لكن انا لو هيبقى عندي حقي وانا مش عارف اوصل له، وانا اكيد مكلم الناس كلها ومش عارف اوصل لحقي، لا يبقى نتوكل على الله نوصل لحقنا بالطريق المشروع. والقضاء دوت حاجه محترمه، حاجه ما فيهاش. احنا الميراث اللي عندنا ان انا لو لجأت للقضاء ده عيب، لا ده مش صح. انا صح انا عايز التراضي، طب التراضي ما وصلنيش لحاجه، ما انا مش هفضل ابكي. اما ان اسامح، لا انا مش قادر اسامح، انا محتاج الفلوس دي خلاص. يبقى الذهاب الى القضاء هذا من شيمة العقلاء عندما أطلب حقي.